يلا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخير خلق الله أجمعين. إن شاء الله اليوم نحل أسئلة الوحدة الأولى، وهي بتكون هيك إحنا أنهينا من الوحدة الأولى كاملة، يعني بكل أسئلتها بإذن الله. نبدأ بأول سؤال، جد دال صاد عدال سين حيث صاد تساوي يلا ألف، شو نجاوب يا نور؟ مشتقة كامل. يعني بقول صاد فتحة يعني اللي هي دال صاد دال سين نفسها، شو بتساوي؟ أربع سين أيوة ناقص واحد على سين تربيع زائد خمسة. يعني باختصار شو اللي عملتي؟ شلت التكامل، المشتقة مع التكامل بلغوا بعض. هاي القاعدة اللي احنا نمشي عليها باستمرار، وهذا أول درس أخذناه لأنه المشتقة عكس التكامل. يلا اللي بعديها بدنا صاد فتحة باء، تكامل محدود، شو المشتقة لازم تطلع؟ طب سهلي كامليها، والجواب اللي بيطلع اشتقي. طب هي طويلة. يا ملاك لا، لازم بسرعة تتذكروها. هاي كيف اشتق هاي؟ مين يساعدني؟ صعبة هاي. ايوه يعني افك القوس، بدك افك القوس. وبعدين اكاملها. بالضبط. وبعدين اشتق الجواب اللي بيطلع. طب وش رايك اني انا بطلع الجواب بدون كل اللي بتحكيه انت؟ انا كنت احكي صفر لما تكون نفس الحدود. لا مش نفس الحدود. ركزي معاي. اقتران هون عندك تكامل محدود، شو ما كان الجواب راح يطلع ثابت. يعني انت السعيات صاد بعد ما تكاملي وتخلصي راح يطلع ثابت، بغض النظر شو الثابت، شو مشتقة الثابت؟ صفر. يا بدا ذكاء قد ايه. يلا اللي بعديها جيم، فهمتوها هاي صبايا اللي معاي اللي داخلين؟ فهمتوها هاي كيف طلعت صفر بسرعة بدون ما لا اسوي اشي؟ لانه هذا تكامل محدود، تكامل المحدود نتيجته النهائية راح تطلع عدد ثابت، فمشتقة الثابت تساوي صفر وانتهينا وخلاص، ولا في داعي لكل هالسوالف هاي. يلا اللي بعديها جيم، شو اكتب الجواب؟ دال أربعة زائد سين. ايوه بنقول دال صاد دال سين او صاد فتحة تساوي ظل أربعة زائد سين وانتهى. اللي وراها يلا صاد فتحة تساوي صفر، ما بدها شيء. اوكي يلا اللي بعديها، ايش بده هون؟ ايوه في صوت ازعاج مو واضح. وقفته الصوت واضح هسه الصوت؟ احسن. اوكي اللي بعديها، صاد يساوي لوغاريتم سين تربيع زائد 6 ناقص ها اس 2 سين ناقص 1 زائد سين تكعيب ناقص 1، بدي انا اطلع صاد فتحة. يلا هاي مراجعة على مشتقة اللوغاريتمات والاسس، خلينا نحله هون هيك ناخذ راحتنا فيه. مين اشتق معاي؟ كيف نشتق اللوغاريتم؟ ذكريني فيه. نعمل خط كسر، نحط اللي قدام اللي قدام اللوغاريتم بنحطه في المقام مشتقته في البسط 2 س. خلصت اول واحده، خلصت ناقص. يلا سدور الهاء اس 2 س ناقص 1، كيف نشتق هاء اس 2 س ناقص 1؟ أول شيء بنكتب هاء أس 2 سين ناقص 1، الهاء أس أي اختران بتظلها نفسها، بعدين بنضرب في مشتقة الأس 2، خلصت. يلا اللي وراها زائد 3 سين تربيع، هاي على الفصل الأول، نزل الأس اطرح من الأس 1، والواحد ناقص 1 مشتقته إيش؟ صفر. خلص السؤال. يلا اللي بعديها، هاي خلصنا منها، ننتقل على اللي بعديها اللي هي هاي، بدنا نشتق هذه. واو مشتقة الضرب،
ضرب. يلا احكي. صاد فتحة تساوي، بدنا نعمل أربع أقواس زي هيك، مش هيك تعلمنا، زائد وبينهن زائد. يلا احكي. الأول زي ما هو جايب سين، مشتقة الثاني واحد على سين، الثاني اللي هو لوغاريتم سين للأساس ها، مشتقة الأول جتا سين. خلص تكيه. بتحب تكتبيها بطريقة ثانية يعني، بس هيك تبسطيها، بتقولي جيب سين على سين، لأنه جيب سين في واحد كان جيب سين على سين زائد جتا سين في لوغاريتم سين للأساس ها. هيك بتكون خلصت المسألة على الآخر. يلا اللي بعديها، جد كل مما كل من التكاملات الآتية، نبدأ فين واحدة واحدة. وين؟ آه في إذا كان قاف سين، صح نسيته. بدي أنا أشتق مرتين لمين؟ لقاف سين هاي. يلا سؤال رقم اثنين. يلا اشتقي لي المشتقة الأولى. لحظة. قاف فتحة سين تساوي. يلا احكي. أيوة أول شيء بنكتبها زي ما هي، وبترك فراغ دائما عشان أكتب المشتقة على اليمين. هيك أحسن إشي تكتبيه. هاي اثنين سين إيش هي، تربيع ولا تكعيب؟ والله من عارف أقرأها. تربيع ناقص واحد. أيوة. أيوة. أربعة سين. أربعة سين. ممتاز. بعدين. برجع مشتقها. يلا بدي أشتقها مرة ثانية. قاف فتحتين سين. مشتق الضرب. مشتق الضرب. ليش؟ لأنه صار عندك اقترانين. اه يلا كيف بدنا نحكي؟ بدنا نعمل اربع اقواس وبينهم زائد اربع سنين. اه شوفوا اللي بيفتح اللي بيدخل عنده وبيسكر النت هذا، ممكن يكون عندك النت فيها مشكله او عندكم ضغط على الشبكه يعني، لانه خلص ما دام دخل حدا معناته شغال الموقع، ما عندنا مشكله. يلا احكي. الاول كما هو مشتقة هاء اس 2 س تربيع، اللي هي راح تكون ايش؟ نفسها راح نكتب هاي بالضبط، اللي هي مشتقة الاس فيها اس 2 س تربيع ناقص 1 زائد الثاني، اللي هي الثاني راح نكتبه زي ما هو ها اس 2 س تربيع ناقص 1 في 4 بس، والباقي عباره عن عمليه تظبيط مش اكثر من هيك. هيك بكون اشتقيتها على الاخر. يلا اللي بعديها رقم 3. اذا كان ق س يساوي تكامل اللي هو ايش؟ س في 2 ناقص س تربيع دال س فجت ق فتحه الاثنين. آه نكتب السؤال. قاف سين أو نكتبه هناك، قاف سين إيش بيساوي؟ تكامل سين في 2 ناقص سين تربيع. بدي أنا أطلع قاف فتحة الاثنين. إذا بالأول شو لازم أعمل؟ أطلع قاف فتحة سين. يلا كيف نطلع قاف فتحة سين؟ بالتكامل. يلا كيف؟ بكامل. لا ليش؟ المشتقة بتلغي التكامل. آه المشتقة بتلغي التكامل. إذا شو بنقول؟ قاف فتحة سين تساوي سين في 2 ناقص سين تربيع، بس خلصت. هسا شو ظل بده؟ بده قاف فتحة الاثنين، بعوض باثنين. يلا يا ملك شدي معي. 2 ناقص 2 تربيع تساوي 2 في 2 ناقص 4، 2 في سالب 2 ويساوي سالب 4. سالب 4 خلص. يعني حسابات بسيطة جدا ومن أروع ما يمكن. أوكي اللي بعديها، جد كل من التكاملات الآتية. الأولى هنحلها هون جنبها عشان تكون قريبة منها. يلا احكي. آه مين بده يحلوا معي هذا؟ أنا بحلو. يلا احكي. بنطلع سين لفوق اللي سين أس ثلث، لأن الجذر التكعيبي هاي يعني الجذر التكعيبي لسين، بس لك نعملها على جنب. هي عبارة عن إيش؟ سين أس ثلث، فلما ترفعها لفوق بتصير أس سالب ثلث. يلا نعيد كتابة السؤال. تكامل سين تربيع ناقص سبعة سين بين قوسين، دائما لما يكون معاك المقدار أو الاقتران موجود حدين اعملوه بقوس. أيوة
بسين السلطر. ممتاز، كملي. دال السين. يلا كملي. بدنا نحط صاد تساوي. اها ليش طب بدك تحطي صاد تساوي؟ خلينا نتفاهم عليها هاي. يلا يا ملك احكي لي. انه ليه التعويض؟ اه ليه؟ هي مش تعويض ترى هاي. اقول لك ليش، اقول لك ليش. لو فرضتي صاد مثلا القوس صاد، ماشي، شو مشتقته هذا؟ يعني فرضا انا هيك بدي اتخيل حالي اني فرضت انه صاد تساوي سين تربيع ناقص سبعة سين. طب دال صاد على دال سين شو راح تعطيك لما تشتقيها؟ 2 سين ناقص 7. طب موجودي برا 2 سين ناقص 7؟ احنا ما بنشتق، لا بنشتق لما اس. ما هو انت يعني احنا خلينا نفكر فيها واحد وواحد. لو فرضنا اني بدي افرض انه القوس هو صاد، هل مشتقته موجودة برا؟ لا. الجواب لا. لا. طيب لو فرضنا بدنا نفرض انه صاد هي اللي تحت الاس زي ما تعلمنا، يعني بدك تعملي صاد تساوي سين، معناته ما غيرتيش شيء، ما بتزبط. اذا هاي مش على التعويض. اذا التعويض المؤشر القوي تاعي انه مشتقه ما تحت تحت الجذر، تحت القوس، تحت الاس، شو مالها تكون موجوده مضروبه فيها. طب اذا مش موجوده معناته مش تعويض هاي. لا عاد كيف نحلها هاي؟ صعب مبينه. خدناها. يلا كيف؟ ها ملك، ها طلع شو بكتب. ها بغشش فيكم قاعد. ندخل السينوس السالب بالضبط، بفك القوس. ما يكون ان شاء الله الاس شو مكان. مش اخذنا احنا انه لما يكون الاساسات متساويه بنجمع الاسس؟ يلا هسه صارت كانها هاي يعني سين تربيع ضرب سين اس سالب ثلث، وكانها سين اس 2 ناقص ثلث. تجمع الاسس يعني 2 ناقص ثلث. قديش 2 ناقص ثلث؟ بيطلع 1 وثلثين بالبلد يحسبوها. 2 شيلي منها ثلث بضل 1 وثلثين. 3 في 1 3 و2 5. اذا هاي 5 على 3. ما بديش اطول الشغله، يعني هاي بتصير المساله هيك تكامل سين اس 5 على 3. هاي الحسابات الجانبيه بس عشان كيف طلعت ال 5 على 3. يلا ناقص 7 سين اس، هاي كان اس 1، 1 ناقص ثلث ثلثين. خلص خلصت المساله. يلا كملوا، بصير سين اس، يلا ذكرونا كيف كان المكان يكون كسور زي هيك؟ 8 على 3 في 3 على 8 ناقص، يلا 7 بتنزل زي ما هي. 7 ضرب 5 3 على 5. 5 على 3 هون وهون 3 على 5. زائد جيم، تنسوش الزائد جيم. ضايل خطوة نرجع الجذر. ايوه نكمل هون. صارت 21 على 5 في الجذر التكعيبي لسين اس 5 زائد جيم. هيك بكون الجواب النهائي للسؤال. ذكرتوا اشياء هاي ولا تبخرن كانه ما درسناهنش؟ بدكم تراجعوا عاد هسه تصيروا تتدربوا عليهن. اسئله الوعد حلوات ترى. يلا با يلا طلعي شو بتصير. 6 سين اس 5 دال سين، شو بيطلع لنا؟ شو اللي عملته؟ سين اس سالب 5 طلعتها لفوق صارت سين اس 5. يلا بعدين شو بنعمل؟ 6 على 6 زائد جيم، اختصر ال 6 مع ال 6 صارت سين اس 6 زائد جيم. انتهى السؤال. اللي بعدها جيم، نضرب الاقواس. بنفك الاقواس. يلا فك الاقواس تعال نشوف شو راح تصير. سين تربيع سين في سين، يعني هنا سين ناقص 2 في سين زائد 2، اللي هي سين تربيع اللي هي سين في سين زائد 2 سين ناقص 2 سين ناقص 4. هذول راح يصيروا صفر، صارت سين تربيع ناقص 4. يعني بعد فك الاقواس هون شو طلع معي؟ طلع سين تربيع ناقص 4 دال سين. يلا كملي اشوف. سين تربيع ناقص 3 ايوه ناقص 4 زائد جيم. انتهى السؤال، خلص على الاخر خلص. يلا اللي بعديها احكي.
كيف نحلها هاي؟ هاي على الفرض نسويها، نفرض ما تحت الجل. يمكن اللي جوا خطي. أيوة حكينا اللي ما يكون الجوا خطي ما في داعي تعمل صاد تساوي. إيش طب الجواب مباشرة؟ يلا احكي. ثلاث سين. ثلاث سين. لأنه خطي لهون. أيوة بنزيد الأس واحد بصير أس ثلاث. على ثلاث ضرب ثلاث. منين الثلاثة هاي ومنين الثلاثة هاي؟ واحدة معامل سين. واحدة معامل سين والثاني اللي هي الأس الجديد زائد جيم. وخلص خلصت المسألة. يعني مباشرات الأسئلة ما فيش إشي معقد. يلا اللي بعديها. ها. نضرب أقواس. إحنا قاعدين نحل بهاي. تضربش فك أقواس. هاي أس خمسة بعدين. طب لو أخذت اللي جوا فرطيه صاد. يعني فرضنا إنه صاد. هي سين تربيع ناقص سين. احنا تعلمنا انه لما بيجي عندنا فرض زي هيك بنكمل الفيلم تاعنا، بنقول دال صاد على دال سين يساوي 2 سين مرة. بس هون المؤشر يا ملاك انه بعرف انه هذه تعويض. وانتبه كيف مره بنركز مره ثانيه 2 سين ناقص 1 حطيتها بقوس. اذا دال سين هي عباره عن دال صاد على 2 سين ناقص 1. يلا بدلي تنشوف في هاي المسألة راح يصير تكامل 2 س ناقص 1 مضروبة في ص أس 5 دال ص على تختصر مع بعض هاي أس 5 طبعا راح يصير لك تكامل ص أس 5 دال ص. يعني إيش جوابها؟ خلص خلص السؤال ولا ما خلص؟ ما خلص السؤال، لازم أرجع ص لأصلها. الياسين تربيع ناقص سين الكل أس 6 على 6 زائد جي. هيك بكون خلص السؤال. يلا اللي بعديها. يلا أستاذ وسيم خليك معاي، هم مبين عليهم نايمين اليوم. معك أنا وياك. أنا وياك نحل حالنا. يلا هاي. يلا. نظبط حالها بس نظبط وضعها أول. تكامل سين تربيع. ايوه في سين تكعيب زائد واحد الكل اس ناقص نص. ليش؟ لان هي جذر في المقام بتصير اس نص، اطلعيها لفوق بصير اس سالب نص. الان نفرض اللي ما داخل الجذر او ما داخل القوس صاد، اذا صاد هي عباره عن سين تكعيب زائد واحد دال صاد على دال سين ثلاثة سين تربيع. حكينا لو طلعت المشتقة مش نفس اللي برا بالضبط وفرقية عدد مضروبة في عدد مش مشكلة. يلا بنزبطها. يلا دال سين بيساوي دال صاد على ثلاثة سين تربيع. أنا بدي هاي وبدي هاي. يلا أحكي. سين تربيع صاد أس سالب نص دال صاد على ثلاثة سين تربيع. سين تربيع مع سين تربيع رح تشطب. الثلث راح يطلع برا مش ثلاث. ايوه حلو. يلا احكي استاذي انا معك، انا بكتب اللي بتحكي لي اياه. ثلث ايوه صاد دقيقه هنا سبها لاثنين نص في اثنين نص اثنين على واحد. ايوه لانه سالب واحد زائد اثنين بيطلع واحد، سالب واحد زائد اثنين بيطلع واحد، فهي نص مضروبة في مقلوبها نص زائد جيم زائد. يلا صاد اثنين على ثلاث صاد اللي هي سين تكعيب زائد واحد وبنحولها جذر على طول، شو رايك؟ بصير على اساس انها اس نص زائد جيم. خلصت المسألة. ذكرتي يا نور؟ ملاك ذكرتي؟ مين معانا الصبايا؟ ذكرتونا ذول؟ ترى سهلات يعني ما بجيبوش اشياء صعبه هم يعني هيك بهالمستوى هذا. يلا اللي بعديها. زين صرنا بكلمه نكملها. طبعا واضح انه في بينهم زائد وناقص، اذا التكامل بده يتوزع على كل واحد الى حاله. يلا هاي تكامل 2 على س كانها دال س ناقص تكامل ها س دال س زائد تكامل زائد. ثلاث دال سين. وكأننا رجعنا على المادة كلها هيك. طيب الأولى. الأولى. نطلع اثنين يصير واحد على سين. ممكن. طب نطلع سين.
اثنين لوغاريتم سين للاساس ها، او مطلق سين اذا بنكتب رسمه هيك مطلق لانها نفسها واحد على سين يعني. هي كانها واحد على سين. خلص اثنين دائما الثابت حطيه على اليمين بدون ما تعملي قصه. يلا ناقص ايش تكامل هاء السين؟ هاء السين. وشو تكامل الثلاث؟ زائد ثلاث سين زائد جيم زائد جيم. خلص السؤال. يلا اللي بعديها، بعديها شكلها صعب كثير. لوغاريتم نفرض المقام صاد. نفرض المقام صاد هنا مش اس يعني مش عامل اس، فبفرض المقام صاد يعني صاد شو بيساوي؟ صاد بيساوي سينوس 4 زائد 3. اذا بقدر اطلعها وتصير اس لا لا بتقدري، بس احنا شو تعودنا انه لما يكون الاس سالب واحد هذه مرفوضه عندي انا، لانك اذا بدك تيجي تقولي لي بدي اضيف للاس واحد ولو اقسم على الاس الجديد بيطلع غلط، بيطلع المقام صفر. طب دكتور بنقدر نطلع الاربعه من 12 تصير ثلاث تقعيد؟ طيب لا كيف يعني ما فهمت عليك، ايش بدك تسوي بالضبط؟ هاي 12 سين تكعيب بدك تخليها يعني هيك 4 في 3 سين تكعيب يعني هيك قصدك، او 4 يعني قصدي هيك 3 في 4 بتقدر طبعا. ليش لا، اللي هي لوغاريتم تطلع لوغاريتم بالضبط، هو هيك احنا راح نسوي، بس خلينا نسويها يعني عشان احنا مش دارين. خذ راحتك تمام. بيطلع 4 سين تكعيب اشتقيتها، ومنها دال سين شو بتساوي؟ دال صاد على 4 سين تكعيب. فهمت علي يا ملاك شو قلت؟ ما تعمل لما يطلع معك الاس سالب واحد لا ترفع المقام لفوق، ما له معنى. يلا هسه شو بيطلع معي هون؟ بيطلع عندي تكامل 12 سين تكعيب، هي خليها فوق ما لناش دخل فيها، انا فرضت المقام كله صاد، اذا هنا صاد، ومكان دال سين بدي اكتب دال صاد على 4 سين تكعيب. ايوه دال سين هي وصاد هيات. اختصري 12 على 4 فيها 3، 3 بتطلع برا، 3 تكامل 1 على صاد دال صاد. عرفتي ليش حكيت لك ما تطلعيش الصاد لفوق او اللي هي المقام لفوق؟ فش صارت هون 3 لوغاريتم مطلق صاد لوغاريتم صاد ايوه زائد جيم. رجعي صاد لاصلها اللي هي سينوس 4 زائد 3 زائد جيم. خلصت المسألة. هاي طبعا بالعلمية هاي يعني مستحيل يجيبوا لهم اياها، ليش؟ لانه هاي شفوي بيحلوها. يعني هاي مجرد ما يطلع عليها بقول لك ما هو البسط مشتقة المقام، خلص لوغاريتم مطلق المقام انتهينا. يلا اللي بعديها طار. شو الفكرة؟ بفرض انه صاد الاس، احنا تعلمنا ان هذول الثلاث شغلات، بنفرض صاد يا اللي تحت الاس يا اللي تحت الجذر يا اللي في المقام يا اللي محطوطه في الاس فوق. يلا دال صاد بيساوي 2 سين، ومنها دال سين تساوي دال صاد على 2 سين. انا بتهمني هاي وبتهمني الاصليه الاولى. يلا نعيد كتابه السؤال، بصير تكامل 6 سين مضروبه في هاء الصاد دال صاد على 2 سين. نختصر السين مع السين، و6 تقسيم 2 فيها 3 تطلع برا، تكامل هاء الصاد دال صاد بصير 3 هاء الصاد زائد جيم. رجع صاد لاصلها سين تربيع زائد 5 زائد جيم. انتهى السؤال. يلا اللي بعديها، اللي بعديها مبينة صعبة معقدة مبينة. يلا يا ملاك شو الفكرة؟ يلا يا هاي تاعت امتحانات، هاي سؤال امتحانات، هاي بنقدر نرفعها لفوق لانها تصير اس سالب 2. انا لو محلك بعملهاش. برضه بفرض لانه افرضي بالاول، افرضي بعدين شوفي ترفعيها لفوق ولا ما ترفعيها لفوق. انت اخذتي اشي لما تعلمنا اشي زي هيك؟ لا. طيب اذا ليش ترفعيها لفوق؟ خذي الزاوية فرضيها صاد،
افرض الزاوية صاد، صاد ايش بتساوي؟ سين تربيع زائد سين. خذي الزاوية لحالها بدون الجهة التربيع، انزل الجهة التربيع النهائي، خذي بس اللي قدام الجهة التربيع هي اللي افرضها صاد. اذا احنا القاعدة تبعتنا كيف دائما مين بنفرضه صاد؟ اللي تحت الاس، اللي تحت الجذر، اللي في المقام الزاوية، الاس للها، هن اللي بنفرضهن صادات دائما. يلا اشتقي. 2 سين زائد 1. إذا دال سين بتساوي دال صاد على 2 سين زائد 1. لاحظ 2 سين زائد 1 موجودة فوق. ما تروح تشطب. يلا خلينا نكتب السؤال بعد التعويض. 2 سين زائد 1 على جتا تربيع صاد. صح؟ مكان دال سين بدك تكتب دال صاد على 2 سين زائد 1. هاي معها شطبت. صارت المسألة هيك، تكامل واحد على جتا تربيع صاد دال صاد. هاي أخذنا إشي زي هيك. شو الواحد على جتا؟ اللي هو القاطع. تأخذته غير قاطع أصلاً، ما أخذتوش غير قاطع. إذن هي عبارة عن قاطع تربيع. عرفت يا ملك ليش ما رفعتهاش لفوق؟ لأنه أنا بعرف إنه الواحد على جتا هي القاطع. واحد عجتة تربيع يعني قاطع تربيع. الآن شو تكامل القاطع تربيع؟ ظل زائد جيم. رجع صاد لأصلها. ظل سين تربيع زائد سين زائد جيم. معناته هذول الأسئلة شو حطوا عليهن؟ حطوا عليهن مهم يعاد الحل مرة أخرى. عيدوا علينا عشان تتأكدوا انكم انتوا فاهمين شو بتشتغلوا. مش صعبات لكن بدهن ممارسة. يلا تكاملات ثانية، هالمرة تكاملات محدودة بعطيني. يلا اول واحد تكامل من سالب واحد لسالب ثمانية لواحد على الجذر التكعيبي لسين الف. ايش نعمل؟ نطلع سين. اذا ما اقول لك تكامل من سالب واحد لسالب ثمانية، ايوه، لسين السالب ثلث على طول. ايش هيك صح؟ لان هي راح تكون اس ثلث في المقام، ترفعيها لفوق بصير اس سالب ثلث. يلا كاملي اشوف. سين اس سالب 1 زائد 3 2 على 3 2 على 3 ضرب 3 على 2 زائد جيم. لا لانه محدود. محدود من سين يساوي سالب 1 الى سين يساوي سالب 8. قبل ما تعمل قوسين رجع الأس الكسري لجذور عشان يسهل عليك التعويض. فايز تطلع عندك 3 على 2 في الجذر التكعيبي لسين تربيع، ولسه الحدود موجودة، سين يساوي سالب 1 الى سين يساوي سالب 8. لو ما حطيت سين عادي ترى، بس انا بكتبها عشان أأكد. هسه بدنا نعوض. بايش اعوض؟ الفوقاني ناقص التحتاني، دائما ايه؟ ناقص. يلا نقول 3 على 2 ضرب الجذر التكعيبي لسالب 8 تربيع. بعدين 3 على 2 ضرب الجذر التكعيبي لسالب 1 تربيع. سالب 8 تربيع يعني 64، تحت الجذر 4. اذا 3 على 2 ضرب 4 ناقص 3 على 2 اللي يضرب 1 يعني، لأنه الجذر التكعيبي للواحد 1. طبعاً مش راح السالب راح يروح لأنه سالب 1 تربيع يعني 1. الجذر التكعيبي للواحد 1. هلا بدنا نحسب الحسبة هاي. يا إما باخذ 3 على 2 عامل مشترك، يا إما بضرب بعدين يعني بحل توحيد مقامات بكم إياه أسووه. أما أنا أسهل لي أخذ 3 على 2 عامل مشترك، شو بصير عندي؟ 4 ناقص 1 اللي هي 3. 3 في 3 9 على 2 يعني 4 ونص. الأربعة ونص ماذا تمثل؟ يعني الجواب هذا إيش بيعبر عن إيش؟ يلا نربط. تكامل محدود، الجواب النهائي لما يطلع مثل هيك يعبر عن إيش؟ يعبر عن المساحة تحت المنحنى في الفترة من سالب 1 لسالب 8 أو من سالب 8 لسالب 1. إذن هذا يعبر عن المساحة تحت المنحنى اللي هو الواحد على جذر تكعيبي، جذر تكعيبي للسين. يلا باء. والله بقى صعبة هاي. ها دال سين. يلا ها.
ايش تكامل ها دال سين؟ احنا اللي اخذناها هاي، طلعي عدد ثابت. ايوه هون بدي اتعامل معاك عدد ثابت، ما تخربطوش بين هاي وبين هاي. تكامل هاء السين هو هاء السين زائد جيم. هذا السؤال مش نفسه هذا السؤال، هذا سؤالين مختلفات، لانه الهاء هون عدد ثابت، فشو تكامل الثابت؟ يساوي هاء سين مش هاء السين، هاء سين الحدود من واحد الى اربعة. بعدين بنعمل اللي هي القوسين وبنحط بينهم ناقص، فبيطلع هون عندك أربعة هاء ناقص هاء، أربعة ناقص هاء بيساوي ثلاثة هاء. بس هاي الجواب. أوكي دير بالكوا عليها، هاي ترى سؤال ممكن يجي إيش دوائر يعني، أنه بسيط. ولا يهمك، الله يكرمك، فيه بس أجاني طالب عنده. ولا يهمك حبيبي، يسعدك دكتور، أهلين يا مرحبا. يلا اللي وراها، واضح انه في ناقص، معناته بدي كامل هاي لحال وكامل هاي لحال. يلا هات نشوف، راح يصير تكامل من أربعة الى واحد، الواحد على جذر شو بتصير؟ سالب نص دال سين ناقص تكامل من أربعة الى واحد لسين والسالب ايش هاي؟ اثنين ولا ثلاثة هاي؟ يعني سين والسالب اثنين. شو اللي عملته؟ اللي عملته حولت كل يعني المقدار الأول هذا أو الحد الأول عملته أسس ورفعته لفوق، وهذا عملته أسس ورفعته لفوق، نفس الأفكار تعلمناها أول ما بدينا، وهذا أصلا أفكار مكررة من الفصل الأول. يلا اللي راح تكون سين أس نص ضرب اثنين الحدود من أربعة إلى واحد ناقص سين السالب واحد على سالب واحد الحدود من أربعة إلى واحد. لما يكون الأس جذر أو سالب ما بينفع، شو لازم أعمل فيه؟ إذا جذر، إذا أس كسري أو كسور شو لازم أعمله؟ جذور. وإذا الأس سالب بنزله بعمله موجب. إذن أول خلينا نجهز السؤال قبل ما نعوض، بصير اثنين جذر سين، لأنه سين أس نص بتصير جذر سين، الحدود من أربعة إلى واحد ناقص هون بتصير سالب واحد على سين، لأنه هاي السالب سين، سين أس سالب واحد راح تنزل لتحت، والسالب واحد إحنا السالب دائما بنحطه في البسط، الحدود من أربعة إلى واحد. خلي السالب اللي بينهم هاي خليه لحاله، يعني أنا هيك فصلتهم وما بضرب سالب في سالب، يعني خليته برا عمدا يعني عشان ما اتلخبطش واعمل قصه. هسيات بدنا قوسين للتعويض بالمقدار الاول، وبدنا قوسين للتعويض بالمقدار الثاني، وبينهم علامه ناقص. يعني راح نعمل هيك، قوس كبير جواته قوسين، هاي للاولى لهاي ناقص كمان وحده قوسين للثانيه. يلا هات نعوض، اول شيء نعوض بواحد، اثنين جذر الواحد اثنين جذر الاربعة، بعدين بنحسب الخطوة الجاية بنحسب. يلا هسه نشوف نعوض بالواحد، سالب واحد على واحد سالب واحد على اربعة، تعويض عادي. يلا نحسب هون الحسبة، جذر الواحد قديش؟ واحد، اثنين في واحد اثنين، معناته هاي صفة اثنين، ناقص اثنين في اثنين أربعة. ليش اثنين في اثنين؟ لأنه جذر الأربعة اثنين، اثنين ضرب اثنين أربعة، إذن صارت اثنين ناقص أربعة ناقص. نرد نعمل هون سالب واحد على واحد سالب واحد زائد ربع. يلا هون راح تطلع سالب اثنين ناقص سالب واحد زائد ربع، بيطلع سالب ثلاث أرباع. دينار قيمة من ربع بضع ثلاث أرباع، 75% يعني. يعني هي عبارة عن سالب اثنين زائد ثلاث أرباع. إذا ما بدكم هيك اعملوا توحيد مقامات، اعتبر هاي على واحد، اضربي هون في أربعة واضربي فوق في أربعة. شو صارت هون؟ سالب ثمانية زائد ثلاث على أربعة ويساوي سالب خمسة على أربعة. انتهى السؤال. هل هذه مساحة؟ بس شو لازم أعمل حتى تصير مساحة؟ بحط مطلقها. يعني لو كان السؤال احسب المساحة المحصورة بين منحنى الاقتران
اللي هو ميدان التكامل في الفترة من كذا لكذا، وطلع معي الجواب سالب، شو بعمل له بالأخير؟ بحط له مطلق عشان يصير المساحة إيش؟ موجبة، ما بصير المساحة تكون سالبة. يلا اللي بعديها، وين وصلنا احنا؟ عند دال. هاي وصلنا هون. كيف نسوي فيها هاي؟ سين تربيع زائد 7 سين زائد 12 على سين زائد 4. والله يبيني صعبة. نحللها؟ ايوه برافو عليك، نحللها. سالب 1 الى 1، حلليها اشوف. سين سين، سين تربيع تيجي سين في سين، و12 بتيجي 4 ب 3. الأخير موجب، إذا الثنتين موجبات. اختصري، صارت كانت تكامل من سالب 1 ل1 لسين زائد 3 دال سين، يعني صارت سين تربيع 2 زائد 3 سين. الحدود من سالب 1 ل1، بنعوض وبنحسب. يلا هات نعوض، نص زائد 3، مظبوط هيك؟ هاي نص زائد 3، وهون نص ناقص 3، لما حطيت 3 ضرب سالب 1 طلع سالب 3، هاي بتطلع 3 ونص، وهون نص ناقص 3 قديش؟ بيطلع سالب 2 ونص. يعني مش شرط اعمل توحيد مقامات، ترى ممكن اعملها زي الدنانير، نص دينار ناقص 3 دنانير بيطلع سالب 2 ونص. صارت كأنها 3 ونص، هاي سالب بس لازم احطها، صارت 3 ونص زائد 2 ونص. 3 ونص زائد 2 ونص قديش بيطلع؟ 6، اللي هي 3 زائد 2 5، ونص زائد نص 1 بيطلع 6. اللي ما بيعجبه هاي الطريقة يسوي توحيد مقامات ويعمل على الطريقة الطويلة، بس يعني هاي ما المفروض ما تاخذ منكم وقت، يعني ما تصرفوا عليها وقت طويل، وممكن تحسبوها ذهنيا عن طريق كأنه اعتبروه زي المصاري، كأني بجمع دنانير. يلا ها، تكامل من 3 الى 0 ل 2 على 2 س زائد 1، هاي مشتقتها اللي هاي ايش؟ 3 هاي 3 الى 0 ولا 2 الى 0؟ 3 يعني 3، 3 الى 0 ل 2 على 2 س. طيب كويس يا ملك، شو شفت انت؟ شفت انه البسط مشتقة المقام، اذا شو الجواب على طول؟ لوغاريتم للاساس ها لمطلق المقام. حكينا اذا كان البسط مشتقة المقام فالتكامل هو لوغاريتم مطلق المقام. اذا راح نرد نعمل هون من صفر، من ثلاث عفوا الى صفر، نعمل القوسين العادي هيك اللي بنعمله، اول شيء بدنا نعوض بصفر بعدين نعوض بثلاث. ايش راح يطلع عندك هون؟ لوغاريتم للاساس ها لمطلق 2 ضرب 0 زائد 1، وهون راح يطلع عندك لوغاريتم للاساس ها لمطلق 2 في 3 زائد 1. يلا 2 في 0 0 زائد 1 1، لوغاريتم الواحد قديش؟ يعني صارت هيك، انا لوغاريتم الواحد الاساسها ناقص، هون راح تطلع 6 ناقص 1 لوغاريتم الخمسة، صح؟ لوغاريتم الواحد قديش؟ هاي حفظ، لوغاريتم الواحد 0، اذا هاي 0 ناقص لوغاريتم الخمسة للأساسها، إذا الجواب يطلع سالب لوغاريتم خمسة للأساسها. هذا الجواب النهائي لها. يلا اللي بعديها، 4 سين مضروبة في هاء السين تربيع، بفرض الأس إيش؟ يعني بفرض أنه صاد تساوي سين تربيع. إذا دال صاد على دال سين بتساوي 2 سين، ومنها دال سين بتساوي دال صاد على 2 سين. يلا خلينا نبدل. طب نبدل الحدود ولا نخلي الحدود؟ عندكم طريقتين، يا إما إذا بتبدلي هون الحدود ساعتها ما بترجعي للسين بالمرة، يا إما بتكاملي زي ما تعلمنا في الأولاني بعدين بترجعي سين بعدين بتعوضي. مين اللي بدكم إياه نمشي عليه؟ نرجع سين لأصلها؟ يلا ممكن أبدل الحدود من هون، خلينا نبدل الحدود. لما سين واحد صاد قديش؟ ارجع عوض الواحد هون،
بيطلع واحد. لما سين صفر صاد صفر، معناته ما راح تتغير الحدود، راح تظلها هذا حظنا هيك. اذا راح تصير هيك المساله، بس انا ما راح ارجع صاد لاصلها، راح اخليها، راح اسال على الصادات الجديده. اذا راح يصير تكامل من واحد الى صفر، لا وين وصلنا احنا؟ لأربعة سين هاء الصاد في دال صاد على اثنين سين. يلا نختصر، بصير اثنين هون كاملة، بيطلع اثنين هاء الصاد، الحدود من واحد الى صفر، نعمل اقواس ونحط بينهم ناقص، راح يصير اثنين هاء الصفر ناقص اثنين هاء أس واحد. هاء الصفر يعني قديش؟ واحد. اثنين في واحد اثنين، اذا هاي اثنين ناقص اثنين هاء. خلص هيك خلص السؤال، بخليه بدلالة هاء، يعني ما بحط مكانها العدد النيبيري اللي هو 2.7 تقريبا، خلص بخليه زي ما هو بدلالة هاء. يلا اللي بعديها، بيني طويلة هاي، تكامل 10 على الجذر التربيعي لخمسين زائد ستة، الحدود من 2 إلى 6. 10 في 50 زائد 6 سالب. أيوة بالضبط، يعني بعمل هيك، تكامل من 2 إلى 6 ل 10 مضروبة في 5 سين زائد 6 الكل أس سالب نص. أنا متى اللي ما بخليها تصير أس فوق؟ لما يكون جيب وجتا فيه تربيع وكذا ما بطلعه لفوق، ولما يكون الأس بده يطلع سالب واحد ما بطلعه لفوق، لأنه خلاص بده يصير لوغاريتم اللي جوا خطي على القاعدة على السريع. إذا الجواب شو بده يطلع؟ 10 في، مو 10 ما لها دخل، 5 سين زائد 6 الكل أس نص في 2، إذا هي 20 على طول، خلص ضرب نص ضرب 2 يعني 20، والحدود من وين لوين؟ من 2 إلى 6 ويساوي، يلا 20 في الجذر التربيعي لخمسة سين زائد ستة، الحدود من 2 ل 6. بعدين بنعمل اللي هي الأقواس وبنعوض، تصير 20 في الجذر التربيعي ل 5 في 6 زائد 6، 20 في الجذر التربيعي ل 5 في 2 زائد 6. يلا نعمل الحسابات نشوف، 5 في 6 قديش؟ 30 زائد 6 36، جذرها 6، 20 في 6 20 في 6 120 ناقص 5 في 2 10 زائد 6 16، جذر 16 4، 4 في 20 80، 120 ناقص 80 بيطلع 40. يعني الحسابات لازم تعودوا عليها، ما تغلطوا في الحسابات، مش تضيع علامات على الحسابات. يلا وراها، إذا كان التكامل من با تربيع زائد با إلى سالب با زائد 3، هاي الثلاثة هاي يساوي صفرا، فجد قيمة الثابت با، لأنه صفر ونساويهم البعض. بالضبط، يعني لازم يكون الحد الأدنى يساوي الحد الأعلى، يعني بتحطي با تربيع زائد با يساوي سالب با زائد 3. يلا بنحل معادلة تربيعية، جيب الباء والثلاث جيبين لهون، صار با تربيع زائد با زائد با ناقص 3 يساوي صفر، يعني صارت با تربيع زائد 2 با ناقص 3 يساوي صفر. بحلل، إذا با با 3 1 زائد ناقص، إذا إما با تساوي 1 أو با تساوي سالب 3. أنا طلع جوابين هون للسؤال، مش جواب واحد للسؤال. اللي وراها على اي خاصيه هاي مبين السؤال؟ ما دام معطيك اكثر من شغله معناته يا اضافي يا تعويض، شيء زي هيك. هو بده يانا اطلع تكامل، بقول لي من واحد لخمسه، بعدين معطيني من سالب واحد لخمسه، طلع انا عيني وين انا؟ على الحدود بالاول. يمكن بجهز الثاني. لحظه هسه قبل ما اجهز خليني اعمل الخط اللي علمتكم عليه. الحدود عندي من سالب واحد بعدين واحد بعدين خمسة. النظرية اللي تعلمناها في خاصية الإضافة إنه التكامل من سالب واحد إلى واحد هاي هيك، زائد تكامل من واحد إلى خمسة يساوي التكامل من سالب واحد إلى خمسة. يعني خلينا نفهم شو معنى هذه الأسهم.
يعني هاي كأني جبت التكامل من سالب واحد إلى خمسة، عفوا سالب واحد إلى واحد لقافسي هيك بس على السريع، وهون تكامل من واحد إلى خمسة لقاف، وهون تكامل من سالب واحد إلى خمسة لقاف. فهاي الكبيرة بتساوي مجموع الثنتين الصغار. الآن اللي مش مكتوب قاف بده جهزه يصير قاف. الأولى هاي جاهزة من واحد لخمسة، يعني كاملة هاي من واحد لخمسة، عفوا اللي ثاني وحدة هاي شو جوابها؟ أربعة. وحاكي لي أربعة تكامل من واحد إلى خمسة أربعة، هاي كتبت أربعة. خلنا نشوف من سالب واحد لخمسة، من سالب واحد لخمسة معطيني إياها؟ لا مش معطيني إياها، فبدي أطلعها من هون. شو أعمل؟ مكتوب زائد ثلاث جنبها، سهلة، بنقص ثلاث من هون بنقص ثلاث من هون بصير قاف لحالها. شو رايك؟ شو رايك؟ اوعك تعمليها هاي. انا بعمل هيك عشان اوعك تعمليها بكامل. بكامل بالضبط. غلط تعملوا هيك، هاي في تكامل، مو التكامل حاجزها. كيف انت بدك تيجي تطرح طرفين؟ مش معادلة عادية هاي. اذا هون شو بدك تسوي؟ بدك توزع التكامل على كل حد لحاله، فبصير تكامل من سالب واحد إلى خمسة لقاف سين دال سين، زائد تكامل من سالب واحد لخمسة لثلاثة دال سين يساوي عشرين. هسه هاي سهلة، شو بتطلع جوابها؟ تعلمناها بسرعة هاي. كيف؟ تكامل من سالب واحد لخمسة لثلاث دال سين، أخذنا إلى قاعدة سريعة، بنأخذ الثابت بنضربه في الحد الأعلى ناقص الحد الأدنى على السريع، أو بكتبها ثلاثة سين وبعوض. فشو بتطلع عندي هون؟ ثلاثة ضرب ستة بيطلع 18، صح؟ إذن هاي جوابها قديش؟ 18. خلينا نمسحها ونحط مكانها 18. إذن هاي صارت زائد 18. أنا بدي تكامل هاي لحالها، إذا ما نقول 18 لهناك، فصارت تكامل من سالب واحد لخمسة لقاف سين دال سين يساوي 2، لأنه 20 ناقص 18 بيطلع 2. إذن هيك أنا جهزت التكامل من سالب واحد إلى خمسة، وطلع قديه جوابه؟ طلع جوابه 2. إذن هاي 2. بناء على هل اللي خلصته هذا كلياته، بقدر أطلع لك التكامل من سالب واحد لواحد لقاف سين، اللي هو راح يكون عبارة عن إيش؟ 2 ناقص 5 ناقص 4، آسف. ليش 2 ناقص 4؟ لأنه هاي كلها 2 وهاي 4، وأن هذول الثنتين زائد بعض بيطلع الكبيرة كأنها معادلة، فبيطلع سالب 2. إذن التكامل من سالب 1 إلى 1 لقاف سين دال سين يساوي سالب 2. هيك خلصنا كل الإجابات، ترى احنا مش دارين يعني هاي شو طلع جوابها. بس احنا طلعنا من سالب 1 ل 5 طلعناه قديش؟ 2. هو بده من 5 لسالب 1، شو بنقول الجواب؟ سالب 2، بس نعكس الإشارة أنه غير الحدود. طيب من واحد لسالب واحد منعكس إشارتها، هي طلعت سالب 2، إذا نحط 2. طيب بده التكامل من 5 إلى 1 لثلاثة قاف السين ناقص 4 سين، شو بنعمل؟ بنوزع التكامل أول زي ما عملنا في أول واحدة، بنوزع التكامل. يلا وزع التكامل، راح تقول تكامل من 5 إلى 1 لثلاثة قاف السين دال السين ناقص تكامل من 5 إلى 1 لسالب 4 سين دال السين. هاي بحسبها لحال وبطلع جوابها، وهاي بدي أجيبها من وين؟ من هون، من 5 لسالب 1 جوابها سالب 2، إذا أنا بتطلع سالب 6، لأنه 3 هاي وهذيك سالب 2 ناقص، وبنحسب هاي تكامل عادي وبنخلصها. مش راح أحسبها لأنها بسيطة مش كتير صعبة، يعني بطلع 4 سين تربيع ناقص 4 سين تربيع 2 وعوض واحسب. دكتور ليه سالب 6؟ سالب 6 هي 4 هذيك. أني واحدة؟ لا لا، من 5 من 5 لسالب 1 احنا مش من حد. لا 1 هاي، آسف آسف آسف، أنا فكرتها لسالب 1 والله. لا مش 5 ل 1، 5 ل 1 سالب 4، إذا هاي سالب 4 بتصير سالب 12. سالب 12 مظبوط كلامك.
سالب 12. يعني انا هون انا صراحه طلعت عليها فكرتها سالب واحد، ففكرت انه جايبها من هاي من الف يعني، فبسيطه يعني مش هالشيء العظيم. هيك شو ضايل علينا مسائل؟ ضايل كم وحده؟ واحده ثنتين ثلاث اربعة خمس مسائل. هذول بدنا ناخذهم بحصه لحالهم عشان برضو نعطيكم مجال انكم ايش تردوا تراجعوا الوحده. هي هاي الوحده ترى خلصت، الوحده الثانيه سهله كثير كثير سهله، الاحصاء بيشوف كيك. اوكي هيك؟